في وسط كلام حضرتك كنت بتقولي انه بتعملوا برامج للشباب وللاطفال في المحافظات الحدوديه، البرامج دي متفصله على كل محافظه؟ يعني البرامج دي ثابته ولا كل محافظه بطبيعتها بخصائصها بيتعمل لها برنامج؟ واللي بقى بيشتغل البرنامج ده من المحافظه نفسها، من ولاد المكان اللي عارفين، ولا المدربين موجودين مثلا من مكان مركزي القاهره فليكن مثلا؟ هو هقول لك مثلا زي برنامج المسرح مثلا او اي برنامج ايا كان، بيبقى البرنامج ثابت لكن المحتوى مختلف وفقا للمكان اللي احنا بروح فيه. يعني ازاي؟ يعني انا لو هعمل مسرح عرايس مثلا، المحتوى اللي هقدمه لاولادنا في شمال سيناء هيبقى بيخصهم هم، غير المحتوى اللي هقدمه لاولادنا في الشلاتين او المحتوى اللي هقدمه لاولادنا في الوادي. المحتوى نفسه بيبقى حكايه المكان نفسه ووفقا للمعايير الخاصه بهم في المحافظه بتاعتهم، لاننا كل محافظه وليها القضايا بتاعتها وليها التحديات بتاعتها وليها السمات الشخصيه بتاعتها. فممكن قد يكون في محافظه يقبل حاجه واللي في محافظه ثانيه ما يقبلش المحتوى ده، يقبله بصوره ثانيه او بصياغه ثانيه بس هو نفس المحتوى. فبالتالي آلية التنفيذ أو طريقة التنفيذ بتتنوع من مكان لمكان، لكن المحتوى بيبقى ثابت وطريقة التقديم بتبقى أو آلية التقديم بتبقى ثابتة، لكن بتتنوع فكرة إن أنا إزاي أوصلها له. يعني أنا ممكن أوصلها له بمسرح عرايس، ممكن أوصلها بمسرحية بشري، ممكن أوصلها له بعرض فنون شعبية بموسيقى عربية، ممكن أوصلها له بإنشاد ديني. الفكرة إزاي أوصل له اللي أنا عايز أقوله له أو الرسالة اللي عايز أوصلها له بالطريقه اللي تتناسب معاه ويتقبلها منه. ده بالنسبه لتوصيل الرساله. طبعا عندنا اليات كتير قوي في الهيئه العامه لاثار الثقافه، وطبعا احنا معالي الوزيره بتولي اهتمام كبير جدا بمشروع اهل مصر وبالهيئه العامه لاثار الثقافه، على اعتبار ان احنا من اكتر القطاعات اللي لينا اذرع كبيره في الارض على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وعندنا مجموعه كبيره من اثار الثقافه وعندنا مجموعه كبيره من الزملاء اللي بيشتغلوا معانا. بالنسبه للتدريب، فاحنا الاماكن اللي ما بيكونش فيها مدربين متخصصين في المجال اللي احنا هنشتغل عليه بنشتغل بيه بمدربينا وبندرب مدربين هناك يبداوا يكملوا معانا المشوار، وده بيحصل مع اولادنا اهل مصر. احنا عندنا اكتر من شاب وفتاه دلوقتي هو مساعد مدرب معايا، ولما بحب اعمل شغل في المحافظه بتاعته هو بيبقى المدرب بتاعي هناك. فبالتالي ببدا اخلق جيل من الشباب واعي فاهم عنده قدرات يقدر بعد كده يبقى هو سفير ليا كثقافه في مكان. الجيل ده يا دكتور حنان مؤثر في في البيئه الداخليه في المحيط الداخلي. يعني لما اصنع جيل من المثقفين الشباب في المراكز والقرى والنجوع، ما ده هياثر على الوعي بشكل كبير جدا في المكان اللي هو فيه. ومن زمان فكره قصور الثقافه هي نقاط نور موجوده في المحافظات. يعني فلسفه او انشاء القصور الثقافه صحيح. لما عملها الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافه كان فكره انه يصل الى الناس في كل الاماكن في كل القرى.